طبعا توفيق تطور يعني ابو يعمل ان حضرتك والدها للمعتقل دارين تطور، ويعني مرارا وتكرارا وحتى اليوم يتم اعتقال دارين. بداية بديك تحكي لنا شو السبب اللي يتم تمديد اعتقال، شو سبب الاعتقال لدارين؟ الاعتقال انه تحريض وكتابة شعر على اليوتيوب، ما يعني فرجوا صور من الانتفاضات السابقة، شو اسمه، وهذا هو هاي السبب الرئيسي. طيب معتقلين يعني تم خروجهم، يعني كان هناك عدة معتقلين في الهب السابقة وكلهم تم يعني خروجهم بعد عدة تمديد اعتقالات وكذا، وين وضع دارين اليوم؟ ليش دارين بعدها عم بمددوا اعتقاله؟ النيابة متمسكة بالتهمة، بتقول انها تهمة خطيرة وتحريض وعنف وعندها جمهور كبير من المشاهدين بالفيس تبعها، فعشان هيك بتسبب خطر على الامن الدولي وبتحرك. طيب شو وضع هالقانون؟ يعني هل في امل انه يعني يمكن المحكمه القادمه يتم الافراج عن دارين؟ طبعا المحكمه المركزيه قررت انها تطلعها لحبس منزلي، والنيابه اعترضت على الحبس المنزلي، فعودنا قدمنا استئناف وبرضه قبلوا الاستئناف، رجعوها لمحكمة الصلح، أبونا يتداول فيها محكمة الصلح، محكمة الصلح قررت إخلاء سبيلها لحبس منزلي في بيت أهلها. فالنيابة قبل أسبوعين تقريبا 17/12 اعترضت على القرار حكم الصلح، والمحكمة المركزية قبلت الاعتراض تبعهن ورفضت الحبس للمنزلي عندنا بالبيت. والأسبوع الجاي في عندها جلسة برضو على حبس منزلي، قدمنا طلب لخلوفية ثالثة، شو بسموها بالعربي، بترجمها بعدين مش مشكلة. فبنتأمل خير إن شاء الله، وقدمت دعوة لجميع الفئات السياسية. هذا اللي بدي أسألك إياه، الأحزاب السياسية، أعضاء الكنيسة، أعضاء المشتركة، المتابعة، هل بتشوفوا إنه في هناك دعم يعني؟ ما كانوش متابعين في المرة، حتى أنا أثرت الموضوع وبعثت لهم رسائل نصية لجميع الأعضاء الكنيسة المشتركة ولا محمد بركي رئيس لجنة المتابعة كمان بعثت لهم، وتأمل تشريفهم بيوم المحكمة بستة واحد. إيش رح يكون 6-1؟ يعني القرار الأخير بما يتعلق وقف التضامن مع المعتقلين، وبنتأمل خير إن شاء الله. طيب 6-1 إيش القرار اللي رح يكون؟ يعني احنا بنتأمل انه تروح حبس منزلي، يعني عم تستنوا انه يعطوها حبس المحكمة المركزية؟ لا، بالمحكمة الصلح الصلح محكمة الصلح في الناصرية. طيب.